شكرا القناة عبر. أنا واحد الإنسان نزلت علي البركة مع الله سبحانه وتعالى، هدي 7 سنين ويا عندي، ودابا جا الوقت باش نخرجها، لأن مسؤولية وتقل سن. هاد البركة هادي واش ورثتيها؟ يعني جدود كانوا حتى هما عندهم البركة كما تنعرفوا، واش الأصل ديال الشرفة أشنو؟ عاودنا بالضبط، واش حلمتي بها؟ واش كيفاش جاتك هاد البركة اللي نزلت عليك 7 سنين هادي؟ هاد البركة جاتني رؤية، جاتني رؤية ونزل عليا نور مع الله سبحانه وتعالى. ماشي سهلة باش تنزل على بنادم رؤية ونور ويشوف ويعطي الله الجن يخاف منه، ويعطي الله يحيي التوكال، ويعطي الله يداوي أي مرض، أي مرض. كيفاش أي مرض؟ واش السكر؟ واش السرطان؟ أشنو؟ أي مرض، أي مرض محيح كيما بغى يكون المرض، كل داء دواء. السيدة تاهي؟ تاهي السيدة. السيدة تاهي ممكن أنك نداويها. نداويها؟ حيت عندي البركة، أنا ما داويش ما عندي والو. كنعرفوا أنا السيدة يعني علماء كبار في العالم لحد الآن باقي ما لقاوش واحد الدواء لهذا المرض هذا. اليوم كتقول لنا أنك يعني فتي المرحلة ديال الصحراء، تحديتي المشعوذين، دابا كتحدى الأطباء. لا ما كنتحداش الاطباء، ما كنتحداهمش انا، ما يوصلونيش الاطباء، ولكن ما كنتحداهمش انا. انا احترم الاطباء لان قراو. كتحترمهم ايه، ولكن كتحداهم اللي كتقول ما غاديش. لا ما لا انا ماشي نتحداهم، ولكن نتحداهم في المرض، لان عندي البركه. انا ما عنديش شي حاجه تنهضر بشي حاجه خاويه، انا كنداويها بيدي، كنحط يدي كنداويها. انا البركه كتخرج ليا من عينيا، كتخرج ليا من عينيا، كتخرج ليا من الصوت ديالي. من الصوت ديالك؟ الصوت ديالي كتخرج بالبركة. انت دابا خزان ديال البركة دابا انت. انا الله اللي عطاني هاد البركة، انا عنعست فقط، انا عنعست فقط. نتحدى اي واحد باغي يتحداني، ماشي كنجبد، ماشي كنتحدى اي واحد بغي يتحداني نتحداه. الرقاة يعني الرقاة تنشوفوهم تيديروا جلسات مطولة، انت كتقول ممكن انك تقول جوج كلمات صافي. واش راقي نزلت عليه شي بركة؟ ولكن تقرا كلام الله، كلام الله هو بحد ذاته بركة. ولكن كلام الله أين عمر؟ كيفاش أين عمر؟ أين عمر لا يقرا كلام الله؟ على مال هاد الناس هادو حنا ما تقر... أنت ما قاريش كلام الله؟ لا قارئ. هاد البركة هادي نزلت لك من عند الله سبحانه وتعالى بأسباب. أسباب. ونزلت لك حيت أنت رجل عظيم، لا رجل متقي الله سبحانه وتعالى. ما يمكنش غادي نجيو نعطوها لأي واحد. أييه والله، الله اللي عزني. الله الله اشنو؟ علاش غادي يعزلك؟ الله اللي عرف المواصفات اللي عندي. واش حافظ السي حزب؟ وما هما الله كينظر الى قلوبكم الى اعمالكم. لا من بين راه الناس حافظين 60 حزب وكيصليو ليل ونهار وربي ما يعطيهمش البركه لان قلبهم كحل. انت قلبك كبير. الله اللي عالم، الله اللي بغاني نقد على المسؤوليه. شنو يعني اشنو ممكن تداوي مثلا اذا هو شي صحاب السحر؟ صحاب اشنو السحر؟ عين تابعه نخرج عبد من الصوت، بصوت ديالي. تابعه نوع من الجن مدمر. التابعه ماشي هي العين؟ لا التابعه ماشي هي العين، التابعه جن مدمر ما كيهضرش، ما كيتكلمش. هذاك الجن ديال التابع الصحراء عبر واحد وتابع تابع، كل انسان متبوع كيركب عليه جن مدمر. والعين كتكون عين حاقده كيركب عليها جن ما كيهضرش له. انا كنخرجهم، انا الله عطاهم لي، اللي عطاني هذا الشيء هذا باش نخرجهم. 5 دقائق 10 دقائق نخرج الجن، نخرج التابعه، والسحر نطلعه من الجسم. والتوكل، والتوكل واخا يكون 30 عام مسودي. باش كتفرق بين هاد الشيء؟ يعني بين واحد دابا كتقول لنا بانه العين تابعه جن، تابعه كاين معاه هو جن، السحر تيكون فيه جن، هادشي معروف. اييه معروف. باش تفرق بين هاد الناس هادو؟ اييه دابا كي السيد دابا جا عندي واحد ما عرفتيش اش ما يقول لي شنو عنده. ما يقول ليش شنو عنده، كيوقفت قدام، يوقف قدامي، نقول العين عين عين، تابعة تابعة تابعة، هو الحمو عيتزعزع في اي كلمه عيتزعزع. تابعة تابعة
عين عين اذكر الله سبحانه وتعالى والله الا بسم الله ما كاين لا والو جوج كلمات ممكن دير بهم ورا الله اللي مع والله اللي كيعاونني باش نشاف بين الناس اما داك اللي كيذكر الدين وكيذكر راه عارفون الصاب هذا ما عنده والو كيتحمى بالدين لا عندك شي بارك انا جاتني رؤيه وشت نور نور ما عمري شي واحد على وجه الارض يشوفه انا كنهضر معاك كنهضر معاك ماشي كنجي ونهضر بالله اللي عطاني هاد الثقه هادي واللي كيذكر الدين وكيذكر الدين بزاف على ربو نصاب انا قف قدامي يا ربي تعاوني وكنقول عي تابع يا ربي تعاوني يعني كنذكر الله كنذكر ما يمكنش واحد الانسان انت كتقول الله عطيك واحد البركه وما تذكروش كنعرفوا مجموعه من والله الناس اللي كيجي والله راه دي الله ديما كنشكروا على هاد النعمه اللي عطاها لي وما يعطيهاش لاي واحد يعني كاينين الناس اللي عندهم هاد البركه هذه ناس اخرين عندهم بركه اما تنشوا الجهال بحال الناس ديال الحمار ديال اللي تيشربوا الماء الطايب اللي تيشربوا كذا هادوك مسكونين هادوك وتيذكروا هادوك مسكونين هادوك مسكونين واش انا قلت لك كنشرب الماء طايب ما تقدرش تشرب الماء طايب انا ماشي مسكون سير الله اسمح لي انا كنهضر معاك بلسان ديال 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 المتتبعين ديالنا الكرام بغيت نسولك سول خذ شنو هو الفرق بينك وبين واحد كيدير الرقية الشرعية ما فرق كبير بين البركة واش البركة راه ماشي كلمة سهلة راه ماشي كلمه راه ماشي انسان نزلت عليه رؤيه راه ماشي كلمه سهله راه كيكون ها انسان طيب كيقرا القران كيجيب الله التيسير ولكن كيكون انسان طيب ما كيتاجرش كيكون ما كيتاجرش في هذا الشيء الرقيه الشرعيه كاين تنعرفوا اللي كيديرها بواحد الثمن باهظ وكاين اللي ما تيديرش اللي كيديرها مجانا لوجه الله ايوا هي مجانا كيكون طيب وكيقرا كيقرا على الانسان لسان كلام الله كي ولكن ما كنظنش انا يقرا عليه مناش عيداوي زعما من الجن من العين لا الجن لا 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 الجن لا الجن البركه نزلت عندك من عند الله سبحانه وتعالى وهو تيقرا كتاب الله صح وي ولكن انا ما كنقراش كتاب الله انا بالقدرات اللي عطاني الله كان واحد الجن كيخاف مني بلا ما تقرا القران بلا ما القران بلا ما نقرا القران قول لي شي واحد كيحيد الجن قول لي باش يحيدو وقول لي بعدا باش يحيد هو الجن بكلام الله سبحانه وتعالى واخا غادي ينوضو ما يحيدوش ما يقدرش يحيد واخا تكون عندك شي قوه الهيه الجن يخاف منك ما يقدرش يشوف فيك ولكن راه تنعرفوا حتى كلام الله سبحانه وتعالى أيه. والرقيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان أيه. تيرقي ولكن هذاك امنا عائشه ويه ولكن هذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بكلام الله ويه ولكن هذاك راه نازل عليه الوحي ولكن احنا كنتبعوا السنه ديال الرسول ويه ولكن واحد ما عنده والو يقرا القران ما خص تكون عنده شي حاجه مع الالهيه عاد يقرا القران واش كتبع انت السنه ديال الرسول واه شوف 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 انا كنامن بكل شيء والله كون ما عرفنيش مزيان ما يعطينيش هذه البركه اي هو هذاك اللي هذاك الراقي اللي عيرقي انسان شنو عنده باش غادي يداوي شنو عنده خصو يكون اين عمر اللي غادي يقرا عليك القران شي واحد نزل البركه عشي هاد اين عمر كترددها بزاف كنرددها لان الانسان ما عنده والو ما يمكنش يداوي بالقران وما يمكنش يا ولي هو تقول لي تمن يتجرب الاثمنه وتهضر معايا في هادشي دابا انت دخلت ليا في مساله اخرى ديال ما يمكنش يداوي بكلام الله سبحانه وتعالى ما يمكنش ما عنده والو باش يداوي بكلام الله كلام الله ما عنده هو والو باش غادي يداوي كلام الله سبحانه وتعالى راه ما عاد شوف جعلنا فيه دواء وشفاء واش اييه ولكن يكون عنده كيكون انسان بعدا طيب وكيقرا من قلبه وما كيتاجرش فيها عاد الله يستجب ليه شوف النوايا ديال الانسان ما يمكن حتى شي واحد يحكم فيهم من غير الله سبحانه وتعالى الله اللي واش يقرا بنيته ولا بولده هذيك مساله الله سبحانه وتعالى
اللي ممكن انه يكون فيها. حنا كبشر ضعيف امام القدره الالهيه ديال الله سبحانه وتعالى، ما كنشكش في القدرات ديالك، ما كنقولش بان راه هادشي اللي كدير بان راه ما كاينش، ما كنقولش بان راه هادشي ممكن يكون شعوذه، ولكن كيجيني غريب فاش كتقول لي ان البركه كتخرج من عينيك، البركه كتخرج من فمك، كتقيس بنادم مره واحده وكيطيح. يعني لكن مسكون، يعني اي واحد عاقل ما يمكنش يصدقها، هو ما كاينش يصدقها، لان الرؤيه راه ماشي سهله تنزل على الانسان، وماشي كنكرر الهضره، راه ماشي كنكررها، راه رؤيه نزلت عليا، راه شت نور، راه شت نور وشت جن، قال لي انت هو، انت هو الحاكم ديالنا. دابا اسمح، هو اسمح لي ها ايوا حنا بنرجعوا للموضوع ديالنا. ها ورجع دابا انت واش الله سبحانه وتعالى اللي نزل عليك هاد البركه هادي امور ولا جن؟ الا كنا الجن غادي ندخلوا في طوق. لا 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 وفيها جن، قال لي انا خارج، انت هو الحاكم ديالنا في الرؤيه، ما تدخلليش، ما تدخلليش هكا هكا، دخل معايا في الهضره نيشان في الرؤيه. لا ورا الجن في المراه، منين حطيت على هيدي تماما، منين حطيت على هيدي هذاك الجن خرج قال لي انت هو الحاكم ديالنا ومشى بحاله. اذا في الرؤيه، حيت انا الرؤيه اللي جاتني حلمت كنحط يدي على الناس كيدعيو معايا، الناس كنحط عليهم كيدعيو معايا، لقيت جيت وحده حطيتها على يدي، الجن خرج كتعوج، خرج قال لي انت هو الحاكم ديالنا وهرب مشى بحالو. بغيناك تعاود لنا شي قصه اللي دوزتها مع شي مريض. نعم. شي قصه دوزتها مع شي واحد مريض بالجين او لا سميتو، عاود لنا بغيناك تعاود. المهم انا كنت كندوي بكارت فيزيت، انا ما كنصورش، انا ما كنديرش فيديوهات، وما عمرش الشريف يدير فيديو، اللي كيدير فيديو هذيك سينما. الشريف كينوي يداوي الناس بالنيه والفتوح، الشريف ما كتهموش. الا جيت نقول لك شنو درت، راه انت ما عاد تدخلكش للدماغ، راه وجه نخيطو، عيب الشوفه نخيطو. والبركه شنو هو البركه؟ راه كلمه كبيره. كاين باش تخيط بعينك؟ نخيط بعيني. راه كاين الواقع وكاين شي حاجه اللي ما واقعيه، وشي حاجه اللي ممكن انه نصدقوها. ممكن اننا نقولوا ايه، ممكن ممكن انك تحطيتيك تكون عندك واحد البركه، تقول الله سبحانه كلام الله واسم الله، وتحطيتيك على شي واحد ويطيح ويقول ويبان فيه الجن ونخيط وجه ولا يد بعيني، ما طيقتيهاش. لا هو شوف، منين 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 يبان لك شي واحد فيه شي شرحه عيط ليا، واخا ونديروه على المباشر باش ما نخليكش تهضر بزاف. واخا ونسولك واحد السؤال، واش تقدر تعرف المراه واش حامله بولد لا بنت؟ لا ما نعرفش، لا ما نعرف، سمح لي، لا ما نعرفش، ما نعرفش هذاك الشيء ديال سميتك ولا سميتها، ما هذاك الشيء، هذاك الشيء شعوذه، ما نعرف حتى حاجه، كنحط يدي وكنقول يا ربي توقف مع هذا الانسان. باقي كتصر على اساس انك ماشي مشعوذ. ايوا مشعوذ راه باين عفوا وجهو، باين المشعوذ، وكنت مشعوذ كل بالجلابه ودرت السابح وجيت لعندك. وانا جيت كعادي بهذا اللباس اللي ربي عطاني البركه. احنا يعني طلبنا منك باش تحضر معنا من اجل هذا اللقاء. مره اخرى كنعتذروا على اذا كان شي اسئله اللي هي صعاب، ولكن احنا هي باش نبينوا للناس انك ماشي مشعوذ، هذا هو الغرض لنا، انك ماشي مشعوذ، ما كديرش الشعوذه بانها هي قدره الهيه اختارك الله سبحانه وتعالى باش يعطيها لك، باش يستافدوا منها ناس اخرين على يديك سبحانه وتعالى، على يديك. وفي الاول ولا في الاخير هو الشفاء الله سبحانه وتعالى. وهي علاش نزلت عليا هذه الرؤيه هذه؟ باش ننفع الانسان. ونقول لك انا نزيدك واحد الحاجه، راه الضربات ديال القلب، الرجل الضربات ديال القلب بدقيقة. ايوا وما ما 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 لا انا كنهضر معاك، كنهضر معاك هادشي دايرو، راه ماشي كنهضر،
ورا ندير عمليه تشي ديك الصمامات ديال القلب وديك العروق، ندير عمليه في ربع ساعه والانسان جالس معايا كيشرب قهوه وندير ليه العمليه بلا بنج. شتي هاد الشيء ما غاديش تقبلو، وشتي لا علاش هاد البركه؟ راه كاين اللي يشوفها في النمره ديالي يشفى يتشافى، راه كاين قبل الانسان قبل ما يتصل بيا يتشافى. ايه بالنية، نوى انه يتصل بك وغادي يبرا. اي برا، وكاين اللي يشوف على النمرة ديالي يتشافى. يعني هذا الحساب هذا الكلينيكات والطبا ضربوا. لا ما كنهضر لا على الكلينيكات لا الطبا لا والو، ما كنهضرش على هذاك الشيء. انا عندي واحد القوة خارقة، انا عندي واحد الحاجة ما كايناش في الكون، الله اللي عطاها لي. رجعوا السؤال، علاش عطاها لك انت؟ حيت ربي اللي عارف المواصفات ديالي. ربي لك ان الله ينظر الى قلوبكم. يعني حتى الناس، انا انسان كيكون حنين عاطفي، ما اديش الناس، ما يحقدش ما والو، واش فهمتي؟ ما يحقد ما كيحقد، ما كتهمو دنيا، ما اعطي ربي القناعه، ربي عزني. وماشي سهله باش يعطيها الانسان، خص تكون فيه واحد المواصفات، خصو يهز المسؤوليه، خصو يهز تقل. انا هاز تقول عندك شي وليدات؟ لا ما عنديش، ما عمري تزوجت انا وما عمري كان عندي الاولاد. كنتمنى لك ان شاء الله يتزوج. انا دابا انا 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 تنطمع في الاخره، ما كنطمعش في الدنيا، وهذوما اولياء الصالحين. لا تقطع، واخا كيموتوا ما كتقطعش اعمالهم. شنو السؤال اللي محيرك؟ دابا ماشي السؤال اللي محيرني، وانما بغيت نسولك انت شنو هو الراي ديالك في الرقاد وهذاك الشيء اللي كيجيو. وعلاش دابا علاش كتمشي ليا الرقاد؟ حين دابا حاليا هي ظاهرة ديال الوقت. ايوا الناس كيامنوا بالرقاد، ما كيامنوش بالبركة. واخا ما كيديروا لهم الرقاد كيضحكوا عليهم، حتى الاخر عاد كيقولوا ضحكوا عليا. وتقول لهم انا شريف البركة، ما كاينش هذيك النية، ما بقاتش النية تيقول هذيك شريف. كان شحال؟ شوف، ملي كانت النية وكان بنادم وكانوا السادات عامرين، كانت العيشة زوينة وكل شيء ضاحك. منين ما بقاش هذاك الشيء ما بقاتش النية، لأن كثروا النصابة. ومنين غادي تجبد لي الطب؟ منين تجبد لي الطب؟ دابا انا واحد فيه الشقيقة ولا واحد فيه شي مرض عضوي، راه نحط عليه يدي، راه كندير ليه تحاليل، كلشي ها في يدي. تحاليل راه هاد لي زون برانت كيضربوا، منين جاتني البركه هما كيضربوا. واش السم الله؟ ما تدخلكش للدماغ. ماشي انا. راه اي واحد ما تدخلش للدماغ. لا ما تدخل. وبلاتي بديتي لنا بالجن، قلنا شي بس ما كاين. العين السحر قلنا شي بس ما كاين. واحد شويه وصلت ليا بدير عمليه ديال القلب، الواحد قاعد حدا في القهوه ودير لي عمليه وداوي لي ودير هذاك الشيء كامل اللي كيدار في 6 سوايع 7 سوايع، قلت لي ب 10 دقائق. ونزيدك لا وانا وبلاتي وانا غادي خيط ليه. اييه بعيني. انت ما عارف شنو عيني كيخرج منها، انت ما عارفهاش. راه ملي كنبغي نخرج البركه راه كنخرجها. ونزيدك باش تزيد ما سام هادشي كتقول لي انا راه تفرجت فيه في الافلام. ديال شي حاجه تخرج من العين شفتها في ماشي كتبان خارج. راه البركه ورا البركه ماشي كلمه سهله، حيت ما عمرك اتصلتي بشي شريف انتيا، ما عمرك جا شريف قدامك. شريف انا شريف ولك نزل عليه البركه. اسمح لي انا شريف. وشنو نزلت عليك شي حاجه؟ انت انا شريف. واش نزلت عليك شي حاجه؟ ما نزلت عليا الساعه والو. ايوا نزلت عليا النمره ديالك، راني اتصلت. ايوا راه دابا عاد اتصلتي كتهضر مع شريف ديال بصح. ونزيدك حاجه يا سمحت لي، ما كرهتش المتابعين ديالنا انه هذا الحوار الشيق مع سيدي عبد الله بغيتو يستمر وبغيتكم تبارطاجيو هذا المباشر هذا باش نتعرفوا اكثر على سيدي عبد الله من مدينه سيدي قاسم.
زعما الله مول البركه واللي الشهره ديالو وصلت لاوروبا بلجيكا اسبانيا فرنسا تعيطوا ليه من دول اخرى كيتصلوا به واللي كيقول بانه كيداوي الناس وكيشافيهم عبر تقنيات الفيديو الاتصال عبر الفيديو وعن بعد وممكن انه يتهلك حتى عمليه القلب ممكن ترى الضربات ديال القلب نقادهم دقيقه وانا غادي نقول لك باش نزيدك دابا واحد دايرين عمليه سمع نقول لك واحد نقص ليه من الكبده ديالو ياك نقص ليه من الكبده ديالو ياك كاين اللي كينقصوا ليه من الكبده ولا من الريه كاينين هو يديروه في التلفازه اعتبر الريه ديالو منقوصه اعتبر الريه منقوصه ولا الكبده اييه يديروه في التلفازه عتبان ايوا هادي اللي ما كيامنش غنحط على يدي هذاك الانسان غادي تولي الكبده ديالو كي كانت مقاده وهذيك غتولي وتبان في التلفازه سير الله تذكر معنا بشي حاجه اللي هي واقعيه ايوا هو قبل التحدي التحدي كما تقبل التحدي اللي بغى يتحداني اللي بغى يتحداني نديرو الرقم ديال التليفون ويتصلوا بك الناس دابا على المباشر شنو اللي فيه التوكال يطلع اللي فيه التوكال واللي فيه الجن ما خصني الوقت خص وقت ولكن اللي فيه التابعه وفيه العين وهذاك راه تمتم ولكن اللي فيه جن عاشق ولا شي حاجه راه خصو وقت واللي فيه التوكال بصح ماشي يقول انا فيه التوكال اللي فيه التوكال بصح شنو هو التوكال سم قاتل من عند عشوب من شعواده تيتكال هو تيكون عاطينو شي حاجه سم هو تيتعطى شي حاجه ايوا راه كيتلقى مع عند العطار وكيفاش يعرفوا بان راه فيه التوكال حيت تشوفوا بزاف ديال الناس يقول لك بانه تيعبروا بالقيطان ولا بالخيط ولا داكشي واش كاين صاحب الله لا ما كاينش كي هادي عبارة يقولي فيه التوكال انا اللي فيه التوكال يتحط قدامي نشوف به كرشو تغلغل كان التوكال يطلع واللي عطيتو الماء وشربو وما تقياش راه ما فيهش التوكال شنو غتعبر له؟ عادي ديال روبيني كنبخ فيه عطيها لي الله اخر كلمة المهم غنديرو الرقم ديالك ديال التليفون اللي بغى يتصل بك ولا يتحداك واش قابل انت التحدي لا تحدينا شنو عنده باش يتحداني هو يتصل بك ديك الساعه بينك وبينه وي ولكن بالنسبه للتحدي هو ما عنده والو باش يتحداني واخا شحال الرقم ديالك ديال التليفون 06 06 53 32 34 76 عاودها 06 06 53 32 34 76 والرقم الاخر 00 هذا ماشي ديال المغرب 00 32 4 65 49 74 17 نعاودوه 00 32 74 00 00 32 65 49 74 17 ولكن انا غادي نخدم في الواتساب اللي فيه التوكال واللي فيه التابعه واللي فيه عين واللي فيه جن غنفكو ولكن راه نخدمها مؤقتا راه من بعد غندير زاويه الا سمحتي لي نسولك اسيدي عبد الله هاد الناس هادو اللي كتعامل معاهم عن بعد كيفاش تقاضى الاجر ديالك؟ ما تنفكهم كيصيفطوا لي الفتوح ما كان تاجرش فيه مفتوح اللي بغاو ولا ما صيفطلكش الفلوس منهم الله منهم ربي يصيفطوا لهم مثلا هي شوف العلاج نيه وراه كاين الانسان كنحط عليه يدي نفس البركه وما كنداويش علاش شوف شنو داير ربما وكل دير شي دن الله الله ما يستجب ليا شي يكون داير شي دم صعيب وكاين اللي نداوي وكاين اللي نحط عليه يدي بلاصه
في البلاصه اي مرض، وكاين اللي نحط عليه يدي ما نداويش، ربي مازال ما جاش وقيته. يعني الشافي هو الله سبحانه وتعالى. انا اسباب، انا اسباب، وانا اسباب، وانا عندي 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 هادشي اللي انا ممكن نقول ما كاينش واحد شريف شايفه انا عنده نفس البركه. ما كاينش.